بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في اجتماع خيري متواصل في صنعاء مع الله. كبار الضيوف، كبار المساهمين، كبار المرفقين، كبار المتصدقين، كبار المتابعين لمشروع الصاب العظيم الذي الان اصبح حديث الساعه في انحاء العالم. فنرجو من خلالكم ايها الشباب، ايها التجار، ان لا تبخلوا في دعم المشروع. المشروع خيري، وهذا فرض على كل وصابي وعلى كل مواطن من أبناء القائمة من أبناء جبل مطحن خاصة أن يدعم المشروع، وإن شاء الله سيستمر العمل ما دام رئيس المشروع منصور المطحني على رأس الهرم، ونحن يعني يدا واحدة مع الشيخ منصور، كلنا في سبيل الله، وإن شاء الله من الأسود إلى الأسود كما قلنا سابقا، إن شاء الله من الأسود إلى الأسود. إذا كان في تقارب بين الشيخ منصور والشيخ حسن فارع وتفاهم، و نلغي الماضي ونقول بسم الله من جديد، يعني أدعو إلى لما الشمل وإلى التعاون وإلى الأخوة الذين هم بالمهجر حتى الآن لم يعملوا لها بصمة خيرية، حتى الآن لا يزالوا مترددين معنا دائما. العالم يتحدث عن وصاب وعن مشروع وصاب، وإخواننا لا يزالوا مترددين، فأدعوهم جميعا إلى التبرع، إلى المساهمة، إلى السداد لينجح المشروع. بارك الله فيكم. وإحنا على نهاية المشروع والله. نعم، احنا في مرحلة مهمة جدا، وان شاء الله الاسود قادم. كما وعدنا رئيس المشروع وقال الاسود سياتي. اللي هو الاسود ايش؟ الزبل. ايوه وضح. وضح. اسود زبل. وضح لهم بس. انا ارحب ترحيبا حارا بالاخ عمان بن سلهون، وهو دائما متابع. ويبحث عن متبرعين، وقد حصل المشروع من الأخ نعمان عن طريقه ملايين للمشروع. وكذلك نرحب ترحيبا حارا بالأخ أحمد عبد المعطي الذي دائما متابع ومراسل وقد يعني دعم المشروع كثيرا، وإن شاء الله يصبح كذلك. أحمد اليمني، بارك الله فيه، هؤلاء من غير أصاب ولكنهم أصحاب الآن قدوة لأبناء أصاب. إذن أين البقية من أبناء وصحاب؟ ندعوهم من خلال الشباب أن لا يبخلوا في دعم قراهم. هم يذكرون دائما زمان أنه ما في إسعاف، ما في مستشفيات، ما في وإلى آخره. الآن أصبح لا سابع بعد اليوم، أمور طيبة، الإسعاف أصبح يعني سريع. تبغى تمشي من جبل مطحن إلى الثلث نص ساعة، كان أربع ساعات، خمس ساعات. يا جماعة لذلك إن شاء الله الكل يشارك. أدعو الجميع المترددين أنهم يعملون بصمة باستطاعتهم باللي يقدروا عليه. تجار عمالقة لن يظهروا باللي أنا أعرفهم، فهذا فرض على كل وصاية خاصة أن يدعموا المشروع. شكرنا وتقديرنا واحترامنا للشيخ منصور المطحني وللضيوف الكرماء الكبار نعمان بن سيهون والأخ أحمد عبد المعطي. بارك الله بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم محمد عبد الله جحانة من العاصمة اليمنية صنعاء. شكرا.